السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم انفوتيك فان. اليوم سوف نتعرف على لوجيسيال اسمه اتوب كاتشر. اتوب كاتشر عنده بزاف خاصيات، فيها داونلود فيديو كونفرتر، سكرين كاتشر، فيديو تو ام بي 3 كونفرتير من ام بي 3 من فيديو ام بي 3، فايند فيديو باش تي بروشيرش في تدخل على يوتيوب، حيت هو اصلا خاص تقريبا بيوتيوب، فيديو في يوتيوب، باش تصاوب عند فيديو ان بلوري ان بي سي ليك باش تدخل فيه، باش تصغرها فيديو تاخد فهمتيني عند تصغرها رسايز فهمتيني تقدر تصغرها تخدم فيها اوديو ريكورد باش الصوت موسيقى لا باش الصوت شي حاجة تاع الموسيقى. هاد المعلومات بغا تلقاها مع الناس بلوز ريبلاي فيهم داكوغ سكرين ريكورد، وبغيت تسجل شي حاجة بحال دابا اللي تخدمت بيه باش تسجل ليك مال فيديو، هادي سيليكسيون مع سيليكسيون ديال فهمتيني باس ديال لونجستخومون. هنا تختار لي زيكسبونسيون اللي بغيتي، سواء ام بي 3 دي سي دي ولا شي حاجة أخرى، بغيت تسجل لي فيديو ترجع ام بي 3 ترجع ام بي 4. انا باس كخي ان دي في دي حيت خلاص كرافي بيه نيس كتختار بيه دي في دي شي حاجة باس كرافيها، خصها تكون دي في دي بغيتي بلوراي يعني حق باش تعرف بلوراي. الو هنايا اوديو ريكورد ما تسجل الصوت بوحدو، ما تسجلش شي مقطع الصوت شي ولا شي حاجة، خاصك تنغويستخي من اما الميكروفون اما خاصك تنغويستخي من الصوت من بعد كاع الصوت ديريكت، خاصك لي كابتاسيون شي كابتي اوديو لو بارلور فهمتيني تسجل اوتوماتيكو من خارج الصوت. في خاصيات كثيرة نقدر نشرحها كاملة، ولكن بان لكم تعرفوا عليها في السيت ديال الكونستركتور ديال اتوب كاتشر. هو راه غراتوي، يوتيوب داتا ديالو غراتوي و ايليميتي. نتمنى يكون عجبكم هذا اللوجيسيال، ونتمنى يكون الفيديو عجبكم، مرحبا بكم في قناتكم انفوتيك فان، ونتمنى تشاركوا معنا عما قريب ان شاء الله. ميرسي.